أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا وجد شخص عقد السحر كيف يتلفه؟ هل بحرقه دون فكه أم بفك هذه العقدة؟ وهل بذلك يزول السحر عن المسحور؟ نعم، يتلفه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتلاف السحر الذي وضع له، أرسل من يستخرجه ويحرقه، يتلفه بالإحراق. نعم، ولا يفك، وش يبي يفك، يتلفه على حاله. نعم.